بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الرابع رح نتناول موضوع جدا بسيط وسهل للشغل، اللي هو موضوع اللاير وترتيب الشغل عليهم. هلا بقدر إني أجي أنا أشتغل زي الماكس والأوتوكاد وحتى زي الريفت، لما أجي بدي أشتغل باللايرات. اللاير الأولى اللي هي الموجود عليها كل إشي اللي هي الديفولت، بقدر إني أجي من هون في عندي layer 2 3 4 إلى ما لا نهاية قد ما بدك. بقدر أجي أحكي له add layer، أتمنى أضيف ليارات جديدة. طب شو الفائدة من الموضوع؟ الفائدة من الموضوع إذا أنت كنت تشتغل حسيت الموضوع كان تقيل على الجهاز تبعك اللي هو الشغل أو الملف، بقدر بكل بساطة أخلي مثلا ترانسبورت، نضيف بلوك، خلينا نحكي سيارة، أولى تانية تالتة رابعة خامسة، أحكي هدول كلياتهم موجودين على لاير 1. إن ضغطت على الرقم هون بقدر أروح على لاير 2، إن ضغطت على العين بقدر أعمل هايد وأن هايد. كيف يعني؟ أنا موجود هلا على لاير 1، قلت له شو أو هاد شو أو هايد باللاير، هيك عملت هايد لكل إشي موجود باللاير هاي. هنا بقدر إيش لما ضغطت عليها كمان مرة أعملها شو. لو حبيت اروح على لاير 2 بقدر اسميها مثلا 3، لاير 3 اسميها مثلا خلينا نحكي انتيريور هكذا، ولاير 1 خلينا نحكي اللي هي البيسكس. بقدر اروح على لاير 2 هلا، اروح على الشجر، اختار نوعية اللي انا بدي اياها، افرش انواع الشجر قد ما بدي. بس بطلع اذا جيت بدي رندر هذا المشهد في عندي كل هاي، بس بدي اعمل هيك مشهد، خلي الواحد يحكي زي هيك، بس في كتير شجر موجود بالمشهد. هلا عمالي بعمل بدي اعمل ايديت لسه المشهد ما خلصت منه. بقدر اجي على لاير 2 اعملها هايد، اروح على لاير 3 اضيف الشغلات اللي انا بدي اياها، مثلا خلينا نحكي الانتيريور، وين الانتيريور، هيها الاندور، الشغلات الموجودة أنا يعني بقدر أضيفها بالانتيريور بغض النظر عن العناصر، أحط الشغلات اللي أنا بدي إياها وأكمل شغل على الملف تبعي. وهذا إشي بيساعدني بشكل جدا ضخم بالسيطرة على الملف وحجمه أثناء العمل. هذا هو الموضوع اللي هو الدرس الرابع، بسيط جدا، اللي بعدين إن شاء الله رح نتناول موضوع الماتيريال. هيك بحكي لكم، يعطيكم العافية، السلام عليكم.